السلام عليكم. نعم يا شيخ، حاليا صديقي بيدرس برا مصر في اوروبا. نعم نعم. وعندي محاضره كل اسبوع في ميعاد صلاه الجمعه. حاول اكلم الدكتوره بتاعته ان هي تغير الميعاد ورفضت، ف يعمل ايه؟ هو مسافر لدراسه او مسافر لماذا؟ مسافر للدراسه. يعني ما في أي سبيل، ما في أي حاول مع الدكتورة اللي هي تغير الميعاد ورفضت، وكل أسبوع معاه محاضرة في صلاة الجمعة في نفس الميعاد. ما في أي دكتورة أخرى؟ ما هي هو محاضرات في الكلية، هو المحاضرة معاها دي، مفيش معاد تاني ليها. أيوه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا استطاع أن يستغني عن هذه المحاضرة استغنى، كانت لزاما فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني مفيش عليه اسم ولا ذنب ان هو يعني المحاضرة تستمر لكم ساعة؟ مش عارف، بس هو اللي قالهولي ان هو المحاضرة في نفس ميعاد الجمعة. لأنه ممكن يعقد الجمعة بعد ذلك ولو بساعة، مش مشكلة. يعقدوا الجمعة إذا كانوا مجموعة. يعقدوا الجمعة بعد ذلك ولو بساعة، بارك الله فيكم. طب لو يعقدها إزاي؟ ها؟ يعقدها إزاي بعد ساعة يعني؟ يعني يصلي الجمعة بعد وقتها بساعة، يأذن المؤذن ويصلون لا يصليها ركعتين، واحد يخطب لهم واحد يخطب لهم ويصلوها. تمام، بارك الله فيك. وياكم.